كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. يلا عشان نشرب بقى كوباية النسكافيه ونصحى ونروق ونصحصح كده. بصوا اصحوا يا مهندسين، لا والله احنا مكسرين ومتدغدغين وعلى اخرنا يعني. يلا عشان نصحى ونفوق كده نجيب بطرمان، يعني يكون عليه غطا محكم الغلق، بطرمان ازاز، اي حاجة اي حاجة عندنا. هنحط بقى فيها كيس النسكافيه زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليهم السكر بتاعنا. انا حطيت معلقتين من السكر، انتوا حطوا السكر بتاعكم او لا زي ما تحبوا، السكر ده يرجع لكم انتوا. حطيت بالظبط كده يعني ربع كوباية من المية السخنة اللي بتغلي، وهفضل بقى بالباقي من العزم ما فيا كده ارج البطرمان زي ما انتم شايفين، ارج كويس جدا. هتحسوا بالسكر جوه وانتوا بترجوا فيه، هتفضلوا ترجوا فيه لحد ما تحسوا ان السكر خلاص داب. وطبعا على البوتاجاز كنا مسخنين كوبايه لبن سخنه حلوه كده زي ما انتم شايفين، هنزل باللبن السخن، مش هنزل بالكوبايه كلها، لا تلات ارباع الكوبايه بس من اللبن. طبعا اللبن ده مش عليه سكر، السكر هنا في البطرمان النسكافيه زي ما انتم شايفين كده. الرغوه جميله وحلوه وتحفه وتجنن بجد، احلى دماغ بجد، ولا محتاجين نروح يعني كافيه ولا اي حاجه. الكافيه احنا هنعمله لنفسينا هنا بأبسط التكاليف يعني، ولا اي حاجه خالص. بصوا بصوا جمال، بصوا الروعه بجد، حلو، احلى كوبايه نسكافيه بجد. يلا نشربها ونصحصح ونروق ونروح نعيد على حبايبنا واصحابنا. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا. كنت معاكم علا طهامي.